أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هناك ظاهرة منتشرة وهي ظاهرة التسول خصوصا في الأماكن المعظمة، فهل نعطي هؤلاء من الصدقة مع العلم أننا لا نعلم أهم صادقون أم لا؟ أعطوه أعطوه ما دام يسألون وأنت ما تعرف أنه غني فإنك تعطيه، وإذا كان كاذبا فإثمه عليه، إذا كان كاذبا فإثمه عليه هو، أنت مالك إلا الظاهر. نعم.